احكي لي على تربية العيال. المشوار صعب طبعا. لا صعب قوي، مشوار طويل. شلتي حمل جامد؟ الحمد لله الحمد لله. العيال مفرحينك جدا بجد بجد؟ حد مزعلك؟ لا مش بيزعلوني. لا لا مش بيزعلوني على فكرة. محدش يزعلك أبدا؟ لا لا بيزعلوني خالص. وانت في اول المشوار يا حاجة صفاء كنت متصورة انك هتعرفي تخلصيه على خير باذن الله وتوصليهم لبر الامان و100 فل؟ كان عندي اصرار ان انا لازم اوصلهم يجيبوا حاجة، وكانت وصية المرحوم ابوهم اهم حاجة يتعلموها. لازم. اصريتي على كده؟ بنتي بعد ما اخذت الليسانس جات لي عايزة ماجستير يا ماما. حاضر يا ماما. الله اكبر. بس وقفنا عند الدكتورة. وماله، ما احنا هنكمل الدكتوراه. هنكمل ان شاء الله. ان شاء الله بنهزر بعد المشوار ده كله. ما نكمل هكمل. وفاطمه بعد ما اخذت بكالوريوس العلوم كانت امتياز مع مرتبه الشرف 4 سنين الحمد الله لله. اكبر. والثانيه على دفعتها. الله اكبر. خدت دبلومه تربويه. حلو. جات عشان لو ما كانش اشتغل مدرسه بالتدريس. وفعلا اشتغلت مدرسه بالتدريس فعلا. تكمل برضه تعمل ماجستير ودكتوراه ان شاء الله. ايوه. وساعتها ممكن ترجع الجامعة تاني بإذن الله. إن شاء الله. ربنا يوفق بإذن الله.